أكاديميكا يمنع نجمه من الالتحاق بتجمع الأسود. مدرب حكيمي يتحدث عن سبب جلوسه في مقاعد البدلاء. عاجل إصابة مفاجئة لنجم المنتخب المغربي. كلام كبير عن زياش من نجم عالمي، هذا ما قاله بالتفصيل. الثلاثي المغربي بشالكا في مواجهة البحث عن الفوز. غلطة سارا يسعى إلى تحصين بالهند بعقد جديد. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. اعتذر نادي أكاديميك البرتغالي عن استحالة سفر لاعبي محمد البولدين إلى الرباط لحرج إصابة على طبيب المنتخب الوطني بسبب قيود السفر، خصوصا بعدما قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلة الجوية مع البرتغال. وكشف مصدر مسؤول أن مسير نادي أكاديميك البرتغالية اتصلوا بأعضاء من الطاقم التقني للناخب الوطني وحد خليلوزيتش لإخبارهم باستحالة سفر البولدين بسبب قيود السفر. وأخبر مسؤول الفريق البرتغالي الطاقم التقني للمنتخب الوطني بالتزام البولديني ببرنامج تدريب خاص للشفاء من الإصابة التي يعاني منها، والتي اضطرت إلى الاعتذار عن تلبية دعوة الناخب الوطني للمشاركة في التجمع الإعدادي للأسود تحضيرا لمواجهة موريتانيا وبوروندي في مارس الحالي. يعتقد بيت نيفن وهو لاعب سابق في تشيلسي أن حكيم زياش سيكون له شأن كبير في ستانفورد، وأنه سيكون مؤثرا وسيتمكن في القريب العاجل من وضع بصمته مع البلوز ووضع حد لمشاكل الفريق الهجومية. وأكد أنه سيكون في تشيلسي بمثابة هاري كين في توتنهام. وقال بيت نيفن في تصريحة لسكاي سبورت: أعتقد أن أزمة تشيلسي حاليا تكمن في افتقاده للاعب المفتاح الذي يستطيع أن يحل مشاكل كلاه الهجومية. ليفربول لديه محمد صلاح وتوتنهام لديه هاري كين. زياش لم يصل بعد لمستوى هذين اللاعبين وهو معذور، فقد أصيب في الفترتين إصابتين مؤثرتين وابتعد عن كثير من المباريات، لهذا ظل بعيدا عن مستواه الحقيقي. وأضاف: أدى استعاد زياش مستوى 100%، فسيكون له شأن كبير في البريمير ليج، سيكون مثل هاري كين، من المحتمل أن يصل لهذا المستوى في الموسم القادم. أشاد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بنجمه أشرف حكيمي الذي أصبحت رسمية لا تناقش في تشكيلة انترناسيونالية، وبات أحد العناصر الأساسية في تشكيلة النيرازورية إلى جانب المهاجم روميلو لوكاكو ولوتارا ومارتينيز ونيكولا باريلا. وخطفت لقطة كونتي مع حكيمي في الدقائق الأخيرة من المواجهة الأندار، عندما قام مدرب الفريق بتحية لاعبي المغربي بعناق حار بعد الصراع على الكرة مع لاعب بارما في الدقيقة 93. انتهى بحصول أشرف على تماس كان كافيا ليحافظ الإنتر على التقدم والخروج منتصرا. ولم يفوت المدرب الإيطالي فرصة التذكير بجلوس حكيم احتياطيا في بعض المباريات في وقت سابق بسبب عدم قدرته على الدفاع بشكل المطلوب، مؤكدا أن البالغ من العمر 22 سنة استطاع تطوير نفسه في الجانب الدفاعي، ما منحه فرصة ضمان مكان أساسي في التشكيلة. تحدث المدير الرياضي لنادي إشبيلية رامو رودريغيز الشهير بمونوشي عن الإصابة التي يعاني منها الحارس ياسين بونو التي أفادته عن مواجهة برشلونة. وقال مهندس صفقات النادي الأندلسي في حوار أجرى مع صحيفة ماركا: إصابة بونو سيئة نوعا ما، لكن جاءت في وضع صعب بالنسبة لحارس مرمى، لكننا سنرى ما سيحدث في قادم الأيام وسنقيم مدى تطور حالته الصحية. وترك غياب بونو عن حماية عرين إشبيلية فراغا من موسن وأطرا بالغا، حيث استقبلت شباك الفريق 3 أهداف أمام البارسا، علما أن التشكيل تشكي توماس فازليك هو من حل مكان الدولي المغربي في المقابلة، لكنه لم ينجح في فرمل تدفق الهجمات التي شنتها كتيبة المدرب الهولندي رونالد كومان. ومن المنتظر أن يغيب صاحب 29 سنة عن مباراة فريقه اليوم السبت أمام إليتشي برسم الجولة 26 من الدرجة الأولى الإسبانية، إذ لم يتوقف وصل الطاقم الطبي للنادي بعد بنتائج الفحوصات التي خدع لها بونو على مستوى يده وبالتحديد في الأصبع موضعة الإصابة التي يعاني منها.
يواجه فريق شالكة 04 الألماني الذي يلعب له الثلاثي المغربي أمين حارث ونسيم بوجلاب وحمزة منديل ضيفه ماينز، ويرتقب أن يدفع المدرب الجديد لشالكة ديمتروس بأمين حارث في المباراة المذكورة منذ البداية نظرا لمشاركته خلال المباراة السابقة، على عكس زميلي حمزة منديل الذي غابت عنه التنافسية لعدم خوض كثرة المباراة مع الفريق. في المقابل يشارك نسيم بوجلاب بديلا بين الفينة والأخرى، ولو أنه غاب عن مباراة الماضية أمام شتوتغارت بداعي الإصابة. أكد كتابة صحيفة توتو ميركاتو من خلال تقييمها لأداء لاعبي فيورنتينا خلال المباراة التي خسرها الفيولا أمام روما، سفيان أمرابط استعاد موقعه في التشكيلة الأساسية لفيورنتينا خلال هذه المباراة بعدما ظهر في كرسي الاحتياط خلال الجولة الماضية أمام أودينيزي وقدم أداء جيدا وحصل على النقطة السادسة في صفوفه فريقه، وهي ثاني أفضل نقطة بعد النقطة 6.5 التي حصل عليه زميله فرانك ريبيري. وكتب توتو ميركاتو أمرابط ماركة فيورنتينا لا يتعب ولا يمل وقد بقي صامدا عندما تعب الآخرون، كانت ديناميتية مفيدة وأنهى المباراة بأداء تصاعدي. عبر عادل تعرابتي للنهائي كأس البرتغال بعد تغلبه في موقعة الإياب الغضيف أستوريس بهدفين دون رد بعد أن فاز به بالمباراة الذهاب بثلاث أهداف لواحد، وعلى الرغم من أن تعرابت الذي شكل خلال المباريات الأخيرة حجر الزاوية في تشكيل الرسم لبنفيكا فقد أثار المدرب لن يريحه نسبيا ويزج فيه في الدقيقة 72 من المباراة التي كان فيها بنفيكا متقدما بهدف راموس في الدقيقة 43، ولكن أثار بنفيكا إلا أن يحسم النزال بهدف ثاني وقع في الدقيقة 90 من تمريرة تعرابت حاسمة والتي انتهى بها النزال بالتأهل المنطقي إلى النهائي ليناقش سبورتينغ براغا الذي أطاح ببورتو، وهي مناسبة لعودة بنفيكا إلى الألقاب فيما لو حاز على الكأس. يواصل فريق غلطة سراي التركي مساعي من أجل تمديد مقام الدولي المغربي يونس بلهندا الذي ينتهي عقده مع النادي التركي بنهاية الموسم الكروي الحالي لموسم آخر. وكشفت تقارير صحفية تركية أن مسؤولين في الفريق غلطة سراي دخلوا في مفاوضات حاسمة مع الدولي المغربي لإقناعه بتجديد عقده، وتابعت أن إدارة الفريق التركية اقترح على اللاعب بلهندا تخفيض راتبه السنوي من أجل الاستمرار مع الفريق، ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة فانتا أن الفريق التركي ينوي عدم تجديد عقد لاعبه المغربي، مشيرة إلى أن فريق غلطة سراي قرر التعاقد مع اللاعب جوليان دراكسل. أقدم الكرواتي آلين هورفات مدرب نادي النصر السعودي على استبعاد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله من قائمة الفريق التي ستواجه الاتفاق، وذكرت تقارير سعودية أن عدم جاهزية بنسبة كبيرة أدت إلى استبعاد حمد الله من طرف هورفات، وغاب المغربي عن مجموعة من المباريات فريق هذا الموسم بسبب الإصابة، واكتفى حمد الله بتوقيع 3 أهداف من النسخة الجارية من الدوري السعودي.